ولنقاش هذا الملف والوقوف على مستجدات الوضع في المقدادية ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن دكتور صباح المختار. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. دكتور، بعد كل خرق أمني يتحمل سكان المقدادية مسؤولية الخروقات التي تحدث في مناطق ديالى، كان آخرها قتل عدد من المدنيين بيد تنظيم داعش وفقا للرواية الرسمية. ألم يكن الأجدر بالحكومة والقضاء اعتقال القتلة الفعليين وتقديمهم للمحاكمة بدل ترك الميليشيات تعيث بقرى المدنيين وتهجرهم؟ المشكلة الحقيقية أنه في العراق لا توجد حكومة، وإنما هناك عصابة من الأشخاص يحكمون هذا البلد عن طريق الميليشيات وعن طريق الجهات المختلفة، سواء كانت الأحزاب السياسية أو حتى أعضاء البرلمان الذين يشاركون في هذا. فالمشكلة هي ليست جديدة، وبالنسبة إلى المقدادية وديالة الأمر واضح كما ذكرتم في التقرير، أن ديالى هي نقطة الربط بين إيران والبحر المتوسط عن طريق سوريا وغير ذلك. فبالنسبة إلى إيران تحاول أن تلغي هذا وتفتح هذا الممر من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لا يهم موضوع قتل المدنيين وتجريف البساتين، يعني أن يقتل الناس باعتبارهم داعش، هذه حجة تستعملها الحكومة. ولكن كيف يبررون تدمير البساتين والتجريف وتدمير المنازل؟ الخراعات التي تستعمل موضوع داعش هذه أولا عملية تكاد تكون قد انتهت، حتى الأمريكان تخلوا عن هذه الفزاعة التي مورست سنوات طويلة لتدمير العراق. وبالنسبة إلى داعش، داعش هي جزء، إن كانت موجودة هي جزء من اللعبة الأمريكية الإيرانية. أمريكا متواطئة مع إيران لأنها تسكت وتسمح للعراق بأن يزود إيران بكافة ما تحتاجه. الحكومة غير موجودة بموجب القوانين القانون الدولي وبموجب الدستور العراقي. الحكومة هي الجهة المسؤولة، هي والقضاء، عن استتباب الأمن في الأرض في العراق. هذا هو الواجب الرئيسي للحكومة. نعم. الحكومة لا تقوم بهذا الواجب والقضاء لا يساعد في هذا المجال. في هذا السياق دكتور، باعتباركم أشرتم للحكومة، كيف يفسر صمت حكومة الكاظمي حتى الآن عما جرى بحق أهالي المقدادية؟ الكاظمي هو رجل ضعيف جداً، تم اختياره من قبل أمريكا وإيران لكي يتولى رئاسة الوزارة. هو لم يكن، هو اختيار رئيس وزراء هو خلافا للدستور العراقي لأنه لم يدخل الانتخابات. الكاظمي هو رجل يستعمل كحجة وكآلة أو كدمية لإدامة الوضع الحالي، وهو يريد أن يظهر نفسه أنه هو بالنسبة له ليس طائفي وليس مع إيران، ولكن هذه لم تعد تنطلي على أي أحد. هذا الرجل ينفذ السياسة التي ترسمها إيران للعراق. أمريكا تكاد تتخلى عن العراق، تسمح لإيران أن تقوم بما تشاء، وذلك وإيران تفعل ذلك من خلال الحكومة، من خلال الكاظمي، من خلال الميليشيات، ومن خلال حتى البرلمان العراقي. والبرلمان العراقي حتى من يسمون أنفسهم سنة، سواء كانوا من تكريت ولا السماوة ولا الغربية ولا الموصل، أصبحوا يدينون السياسيين الفاسدين، أصبحوا يدينون بالولاء إلى إيران. لا يمكن لأي منهم أن يتعين. رئيس الوقف السني في العراق يأخذ المباركة من إيران لكي يصبح، وبالتالي أصبحت التجارة بالدين والتجارة بالطائفية هي شيء مقبول ويمارسه الجميع، لكن في نهاية الأمر تبقى المسؤولية وفق القانون الدولي ووفق القانون العراقي، هي مسؤولية الحكومة العراقية بسلطاتها الثلاث: التنفيذية التي يرأسها الكاظمي، والقضائية
التشريعية اللي هي البرلمان. هذا هو الوضع في العراق، نعم. وهذا هو الحال الذي يسمح باستمرار الوضع في ديالى. إلى أي مدى اعتبرت الميليشيات حادثة قرية الرشاد تمهيد لتغيير الديموغرافي في باقي القرى على غرار نهر الإمام؟ بالنسبة إلى موضوع إخراج المدنيين وتغيير التغيير الديموغرافي واللعب الطائفي السنة والشيعة إلى آخره، هذا جزء من الخطة الإيرانية التي تنفذها الحكومة العراقية والميليشيات. مرة يستندون إلى داعش، ومرة يستندون إلى حادث في قرية الرشاد، ومرة أخرى يستندون إلى أسباب أخرى. في كل هذه الحالات هناك تقصد لتغيير الديموغرافية العراقية. لم يعد الأمر يقتصر على السنة والشيعة، وإنما تم جلب إيرانيين إلى العراق وأصبحوا جزءا من النسيج العراقي بموجب الوثائق التي تزودهم بها هذه الحكومات المختلفة منذ 2003 ولحد الآن. المالكي والعبادي وكل هؤلاء فعلوا نفس الشيء. الكاظمي الآن هو يدير اللعبة التي رسمت منذ البداية وليس بيده أي سلطة. وموضوع قرية الرشاد بالتأكيد هي يعني عبارة عن حجة استعملت لتطهير المنطقة من ما يسمون بالسنة، والناس هؤلاء أبرياء ويتم اضطهادهم باعتبار أنه هم أما داعش أو أنه سنة أو أي شيء آخر. ولا بخلاف هذا، ما هو السبب الذي يؤدي إلى تفريغ المنطقة بالكامل؟ قرى نهر الإمام والشوك والريم والعامرية وكل المناطق الأخرى إخلاءها من سكانها الأصليين. إلى أي مدى دكتور يمكن اعتبار ما حدث في قرى المقدادية جرائم تطهير عرقي؟ والله يا سيدتي، إن لم يكن ذلك تطهيرا عرقيا على أساس طائفي فلست أدري ما هو جرائم التطهير العرقي. جرائم التطهير العرقي حينما تقوم قوة مسلحة بالإساءة إلى مجموعة من الناس لديهم صفة مشتركة، أما أن يكون لونهم أسود مثلا أو أن يكون لونهم أبيض أو أن يكونوا مسيحيين أو مسلمين أو يهود أو أن يكونوا من جنسية، أما يعني الأمريكان لما قتلوا العراقيين في الحروب التي مارسوها كانت جرائم لتطهير عرقي، لأن أمريكا قتلت العراقيين لكونهم عراقيين. الآن يجري تطهير هذه المناطق من سكانها الأصليين. على ما يبدو أن السبب الوحيد هو أن هؤلاء يتبعون المذهب السني، أحد المذاهب السنية، في حين أن الميليشيات وإيران يتبعون المذهب الشيعي. هذا هو السبب الوحيد، وبالتالي هذه هي جرائم تطهير عرقي. أشرتم إلى سبب هذه الجرائم، لو نضعها في سياقها الزمني كيف يمكن تفسيرها في ظل ما يشهده الواقع السياسي في العراق من صراعات بعد الانتخابات؟ أنا أظن أن الوضع العراقي في الآن فيه نوع من التحرك، لأن الصراعات بين السياسيين بغض النظر عن المذهب، يعني الشيعة مع الشيعة والسنة مع السنة، الصراعات الآن موجودة. هذه هي حينما يقوم الحرامية بالاختلاف فيما بينهم. الآن هذه هي المرحلة التي فيها العراق. العراق تحدث أو العالم تحدث عن إجراء انتخابات وعملية سياسية، وهذا بعيد عن الواقع. هذه ليست سياسة، هذه عبارة عن عملية نهب وتقاسم للمصالح، سواء كان سنة أو شيعة، سواء كانوا من الغربية أو من النجف، سواء كانوا من الموصل أو من البصرة. هناك صراع بين مجموعات سيئة جدا تدعي أنها سياسية، ولكنها بالحقيقة هي عبارة عن عصابات مسلحة مجرمة تنتمي إلى دولة مجاورة اللي هي إيران، وبالتالي ينطبق عليها مفهوم الخيانة لأنها تتعامل مع دولة عدوة، وينطبق عليها كافة المعايير السيئة لمخالفتها للأخلاق وللدين وللإنسانية وللقانون. مع الأسف أن هذه
منذ 2003، وهذا ما جلبه الأمريكان. وبالتالي أنا أحيانا أشعر بالغضب حينما أجد أن بعض أخواننا وأهلنا العراقيين يعتقدون أن الأمريكان سيقومون بإنقاذهم. الأمريكان لن ينقذون أحدا، الأمريكان هم الذين دمروا العراق، الأمريكان هم الذين جاءوا بالإيرانيين، وبالتالي لا خلاص للعراقيين إلا من قبل العراقيين. وثورة تشرين والانتفاضة الموجودة حاليا ورفض العراقيين للانتخابات ولكل هذه الأكاذيب هو الكفيل بمعالجة الأمر. شكرا جزيلا لكم دكتور صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب بلندن، حدثتنا عبر منصة سكايب.